لامبورغيني كونتوش ال بي اي 804. قدمت تلك السيارة لأول مرة خلال العام الجاري 2021، ولكنها تعتبر مألوفة لعشاق السيارات. فالواقع السيارة ال بي اي 804 هي نسخة جديدة من السيارة الفائقة الشهيرة لامبورغيني كونتوش، والتي كان يتم إنتاجها ما بين العامين 1974 و1990. الإصدار الجديد هو نسخة محدودة، حيث تم إنتاج 112 نسخة فقط. يبلغ حجم المحرك حوالي 396 بوصة مكعبة، وهو يعمل بقوة 800 حصان، ما يسمح للسيارة بالوصول إلى سرعة قصوى 354 كيلومتر في الساعة، كما يمكنها الانتقال من سرعة 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 3 ثواني. Air Car. يتطابق اسم هذه المركبة تماماً مع طبيعتها. Air Car هي سيارة طائرة مصممة ومصنعة في سلوفاكيا بيد المهندس ستيفان كلاين، وقد انطلقت في رحلتها الأولى العام الماضي 2020. ومنذ ذلك الوقت قضت المركبة Air Car أكثر من 40 ساعة في الهواء. على الأرض تعمل المركبة بمحرك جازولين BMW، ويستغرق الأمر حوالي دقيقتين لتنشيط وضع الطيران. المركبة قادرة على الطيران حتى ارتفاع كيلومترين ونصف تقريبا، وتبلغ سرعتها القصوى 190 كيلومتر في الساعة. سيتي ترانسفورمر. مركبة كهربائية ألمانية الصنع مصممة خصيصا لزيادة مستوى الراحة أثناء التنقل داخل المدن. في وضع المدينة يقل عرض المركبة إلى أقل من متر واحد، ما يجعلها سهلة الركن والتخزين. تعمل المركبة بمحركين كهربيين بقوة إجمالية 20 حصان. يمكن للمركبة سيتي ترانسفورمر الوصول إلى سرعة قصوى 90 كيلومتر في الساعة، وتكفي الشحنة الواحدة للبطارية قطع مسافة تصل إلى 180 كيلومتر. يمكنك طلب المركبة سيتي ترانسفورمر الآن مقابل 14,652 دولار. كارفار. لا تعد فكرة تصميم مركبة كهربائية صغيرة الحجم للتنقل في المدينة فكرة جديدة، ولكن قررت الشركة الهولندية كارفر تصميم نسخة جديدة من المركبات الكهربائية بمواصفاتها الخاصة. كارفر هي مركبة ثلاثية العجلات قادرة على استيعاب فردين. وفقا للمطورين، فإن المركبة مريحة وممتعة أثناء القيادة، وتصل سرعتها القصوى إلى 45 كيلومتر في الساعة، تكفي الشحنة الواحدة للبطارية السير لمسافة 100 كيلومتر. يمكنك شراء المركبة كارفر بسعر 11,700 دولار، ومقابل 1,100 دولار إضافية يمكنك الحصول أيضا على بعض الملحقات والتي تشتمل على نظام صوتيات وحامل للهاتف الذكي وأغطية للمقاعد وفرش للأرضية. أوروزنو 8 ريس. نجح المتخصصون بالشركة الفرنسية أوروزنو في دمج مزلجة الجليد مع الدراجة الهوائية في مركبة واحدة. تتكون المركبة 8 ريس من عنصرين، فهي تحتوي على زلاجات في الجهة الأمامية مسؤولة عن الانزلاق، بينما المنصة المجنزرة في الخلف مسؤولة عن الحركة. تعمل الآلية البسيطة للمركبة بواسطة بدلات، ولكن هناك أيضا محرك كهربائي لمساعدة المستخدم على الحركة بأقل جهد. تتميز المركبة E-Trace بحجمها الصغير نسبيا، ويتزن فقط 45 كيلوغرام، ومع ذلك فيمكنها تحمل وزن يصل إلى 120 كيلوغرام تقريبا، بينما تبلغ سرعتها القصوى 26 كيلومتر في الساعة، وتكفي الشحنة الواحدة للبطارية السير لمسافة 45 كيلومتر. نيو أوشن أوفربوت. إذا كنت تحلم بالطيران فوق الماء فلن تحتاج إلى شراء طائرة، ولكن يمكنك ببساطة شراء تلك المركبة المدهشة من إنتاج الشركة الفرنسية نيو أوشن. المركبة أوفربوت هي مركبة مائية كهربائية شخصية يمكنها الطيران فوق سطح الماء، وذلك بفضل أجنحتها الخاصة والموجودة تحت الماء. تتميز المركبة بكونها صديقة للبيئة ولا تصدر ضوضاء عالية، كما أنها خفيفة الوزن وثابتة.
يزيد تصميم المركبة الفريد من كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة 60%، كما تساعد خفة الوزن على الطفو عندما لا تكون المركبة في حالة حركة، ما يسهل الإقلاع من الماء. تبلغ السرعة القصوى للمركبة Overboat 15 عقدة. WMC 250 EV. نقدم لكم دراجة نارية كهربائية بريطانية الصنع من إنتاج شركة وايت موتورسايكل كونسبتس، والتي خضعت للاختبارات الأولى منذ عدة أسابيع قليلة. تتميز الدراجة بتصميمها غير الاعتيادي، والذي بدوره قد ساهم في تحسين الديناميكية. تحتوي المركبة أيضا على فتحة أمامية تسمح لتيارات الهواء بالمرور، ما يقلل من معامل السحب الإيروديناميكي الهوائي بنسبة 69%. ومع ذلك فلم تتوفر الكثير من المعلومات حول مواصفات الإنتاج، ولكن من المتوقع أن يتم تزويد المركبة بمحرك يعمل بقوة 340 حصان، ما يعني أنه من الممكن أن تصل السرعة القصوى إلى 402 كيلومتر في الساعة. من المخطط أنه خلال العام القادم سوف يحطم الإصدار الجديد من الدراجة النارية الحالية الرقم القياسي للسرعة في المملكة المتحدة. فيلو، الجهاز الظاهر على الشاشة الآن قادر على تحويل أي مركبة تقليدية إلى مركبة كهربائية. فيلو هو عبارة عن عجلة مدفوعة بمحرك ومزودة بمقود. يقوم الجهاز بدور وحدة الطاقة أثناء الحركة، ويمكن للمستخدم اختيار المركبة. يعمل فيلو مع ألواح التزلج بأنواعها. يستخدم المعالج بطارية منخفضة الطاقة تكفي شحنتها الواحدة قطع مسافة تتراوح ما بين 8 كيلومترات وعشرة كيلومترات. الجدير بالذكر أن الإصدار الأخير من الجهاز يحتوي على بطارية أقوى، لذلك فهو قادر على قطع مسافة 97 كيلومتر على الأقل بشحنة واحدة فقط. ليف دي او 5، وزن خفيف، هيكل متين، شاشة LCD، طقم مصباح كامل، حماية ضد الماء من أسفل. تلك ما هي إلا بعض مميزات المركبة الجديدة دي او 5 من إنتاج الشركة الأمريكية ليف. المركبة عبارة عن سكوتر كهربائي ثلاثي العجلات ذي تصميم مستقبلي، وهو يتميز أيضا بصغر الحجم، ما يسمح له بالمناورة بأمان على طرق المدينة المزدحمة. تبلغ سرعة القصوى للمركبة حوالي 43 كيلومتر في الساعة، ما يعني أنك سوف تصل إلى وجهتك في أسرع وقت. تكفي شحنة الواحدة للبطارية قطع مسافة 71 كيلومتر تقريبا، وهو مدى مناسب للغاية بالنسبة لفئة المركبة. سعر المركبة ديو 5 $4,300. سبلاك ترانسفورمر، يطلق المطورون على تلك المركبة المبتكرة لقب السكوتر الكهربائي الأكثر قابلية للتحول في العالم. تقدم لك هذه المركبة الرائعة عدة خيارات في نفس الوقت، أي أنه قد أصبح بإمكانك امتلاك مركبة تجمع بين مواصفات المركبات الحضرية ومركبات الطرق الوعرة. المركبة مزودة بمحرك كهربائي مدمج في العجلة الخلفية يعمل بقوة 960 واط، ويسمح للمركبة بالتسارع إلى 39 كيلومتر في الساعة، وتستغرق مدة التسارع ما بين 4 و6 ثواني. يمكن للمركبة سبلاك ترانسفورمر التغلب على المنحدرات بزاوية تصل إلى 16 درجة. عجلات المركبة مزودة بنظام تعليق وكرس فرامل يسمح لها بالسير فوق الأسطح الوعرة بسهولة والتغلب على العقبات. للرحلات في داخل المدن تستخدم المركبة عجلات ناعمة، أما للسير على طرق الوائرة فتستخدم عجلات ذات أنماط مميزة. يمكنك الحصول على مركبتك الآن بالطلب المسبق مقابل $1,200. دريزينا، يبدو السكوتر الشخصي الذي ترونه الآن عاديا للغاية، ولكن فقط للوهلة الأولى. فمع دريزينا لن تضطر إلى دفع الأرض بقدميك من أجل التحرك إلى الأمام. فبدلا من ذلك أنشأ التصميم نظاما ميكانيكيا. يحتوي الجهاز على منصة قدم منحنية تتأرجح من جانب إلى آخر، ما يجعل العجلات تدور، ويسمح ذلك للمركبة بالحركة إلى الأمام. ميزة أخرى مثيرة للاهتمام وهي المنصة
الحصة العريضة والتي يمكنها استيعاب فردين معا على المركبة في الوقت ذاته. من مميزات دريزينا أيضا أنها تساعد على تقوية عضلات الساقين بشكل أكثر فعالية مقارنة بنظائرها التقليدية. يمكنك شراء سكوتر دريزينا الآن بسعر يبدأ من $350. إيكوتر. انطلقت تلك المركبة للمرة الأولى خلال العام الجاري 2021، ولا تزال حملة تمويل المشروع مستمرة. إيكوتر من إنتاج الشركة البريطانية إيكو هو لوح تزلج كهربائي يمكنه طيه ببضع حركات بسيطة وخلال 7 ثواني فقط، ما يجعله سهل التخزين والنقل. تبلغ سرعة القصوى للوح حوالي 32 كيلومتر في الساعة، وبشحنة واحدة فقط يمكن قطع مسافة 100 كيلومتر تقريبا. يؤكد المصنعون أن الجهاز قادر على تسلق المرتفعات بزاوية تصل إلى 18 درجة. يمكنك الحصول على إيكوتر الآن بسعر يبدأ من $700. شكرا على المشاهدة، وأخبرونا في التعليقات أي من المركبات المدهشة التي استعرضناها على قائمتنا اليوم قد أعجبتكم أكثر. ولا تنسوا إذا أعجبكم الفيديو ضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة، ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.